انا كنت في يوم لقيته بيعدي في ايه، في ميت عندنا في البلد هنا، فضيلة الامام ذات نفسه. ايوه الشيخ متولي ذات نفسه. انت كنت معاه وشفت كده؟ انا شايفه وهو خارج من قلب الخيمه بعد الفيمه خلص وصدق، ومعاه خمسه سته بقى حبايبه كانوا ماشيين معاه. تمام. لقى واحده ست غلبانه كده قاعده تترزق يعني بتبيع تين شوكي، فنادالي قال لي انت عارف الست دي؟ قلت له اه باشا. ايوه بيه. قال لي ايه؟ طب روح هاتها. بعد ما جه قعد في الاستراحه رحت قلت لها تعالى كلمي ايه الشيخ. اما طبطب عليها واما طلع اللي في النص كده من غير عدد، ما عدش اللي هو طلعه، ما عدش الفلوس، ما عدش اللي هو طلعه. اه خد يا ماما اصرفي انت وعيالك، وخد منها التين علشان ما يحسسهاش ان ايه اللي هو مديلها، ان مديها حاجه لله كانها هديه. اه اكن الله ينور عليك، زي تعليم الاسلام لو طلع بشماله. ايوه الله الله ينور عليك. اه شماله ما تعرفش هو طلع ايه. اه واما طلع كده والله معدي معديهم الله بالبركه كده. الله خدي خدي يا حاجه، يلا توكلي على الله.